يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من توقف في مسألة القول بخلق القرآن فما القول في ذلك؟ إنه ضال، القول فيه أنه ضال مضل، ولا يجوز التوقف، بل يصرح ويقال القرآن منزل غير مخلوق، كلام الله عز وجل، يقال هذا صراحة وعلانية، ولا يقال أنه يسكت عنه ولا يقال، هذه موافقة لأهل الضلال. نعم.